في الوقت الذي تشهد فيه عدن ومناطق طوقها انفلاتا أمنيا وتزايدا في معدل الجريمة، توصد السلطة القضائية أبوابها في وجوه الضحايا الذين ازدحمت بهم الساحات والطرق وضاقت بهم الأرض ذرعا. بلا ذنب مختطفون في السجون يتعرضون للانتهاكات وأبشع الجرائم والتصفيات، وأجهزة أمنية تكاد تكون منحازة تكتفي بنفي حقيقة السجون الموجودة والتبرير لمرتكبي الجرائم. أهالي حائرون بحت أصواتهم ولم تلامس قلوب حراس العدالة في السلطة القضائية الذين انشغلوا عن الضحايا بالبحث عن استحقاقاتهم وبقيت الحقوق عالقة. وزير العدل علي هيثم الغريب التقى رئيس وأعضاء النقابة العامة للسلطة القضائية ووعد بتحسين الوضع المالي والوظيفي للعاملين بالديوان والمحاكم والنيابات، فيما نظم محامون وقفة أمام المجمع القضائي للتنديد باستمرار تعطيل عمل النيابات والمحاكم. من خلال إضراب شامل أعلنه القضاة، ثم لحقه إضراب أعلنه موظفو وإداريو المحاكم، مما أدى إلى إضافة أزمة جديدة في البلد وزيادة في معاناة المواطنين. وأداء ذلك تداعينا نحن المحامون والحقوقيون في عدن لتنظيم هذه الوقفة الاحتكاكية على تعطيل أعمال القضاء وامتناع القضاة عن أداء واجباتهم الشرعية والقانونية بحجة عدم استجابة مجلس القضاء الأعلى لمطالبهم الإدارية والمالية المشروعة. يقف المحامون إلى جانب القضاة لكنهم يعارضون تعطيل القضاء، تعطيل في ظل فوضى أمنية وارتفاع لمعدل الجريمة وقضايا عالقة متراكمة تتحول الحياة بموجبها إلى أشبه بحياة غاب يأكل القوي الضعيف، ويأمن فيها الجناة من الحساب والعقاب وتتلاشى حقوق الضحايا. بعيدا عن مطالب القضاة التي ترفعها النقابة والتي تجاوب معها وزير العدل، يظهر خطاب من نوع آخر، خطاب أقرب إلى السياسي يحمله كيان يسمى نادي القضاة الجنوبي، خطاب يرى مراقبون أن تصاعده قد يفقد السلطة القضائية قيمتها ويغيب العدالة ويزج بها في المماحكات السياسية والاستقطابات المناطقية والخارجية. توقف للسلطة القضائية في عاصمة الشرعية والمناطق المحررة، في حين تواصل السلطة القضائية أعمالها وتنفذ أحكامها في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي الإنقلابية، مفارقة غريبة تثير العديد من الأسئلة حول من المستفيد من تعطيل القضاء وتغييب العدالة في المناطق المحررة.